السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا برايمري وان؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميس هاجر منصور، مدرسة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي، مدرسة ليدرز والرياض لغات. تعالوا النهاردة نعمل ريفيجن على الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب اللي احنا درسناهم. الأول هنتكلم عن ضمائر المتكلم، وهي أنا أو نحن. أنا للمفرد ونحن للجمع. أنا هستخدمها لما أكون عايزة أتكلم أنا عن نفسي، نحن هستخدمها لما أكون عايزين نتكلم كلنا عن نفسنا. خلاص، طيب ضمائر المخاطب هي أنت أو أنتي. أنت للمفرد المذكر وأنتي للمفرد المؤنث. الغائب هو هو وهي، هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنث. طيب، أعرف عن نفسي مستعملا الضمير أنا. أعرف عن نفسي مستعملا الضمير أنا، يعني هتكلم عن نفسي وأستخدم الضمير أنا. هقول مثلا أنا معلمة لغة عربية، أنا معلمة لغة عربية. انت او انتي ممكن تقولي انا تلميذة ماهرة، انا تلميذة مجتهدة، انا تلميذ مجتهد، انا تلميذ ماهر، انا تلميذ بارع. براحتكم اعملوا جملة تستخدموا فيها انا وتتكلموا فيها عن نفسكم. طيب، احاكي المجموعة في استخدامها للضمير نحن. الصورة الاولى بتقول مثلا نحن نصلي. طب الصورة التانية هتبقى ايه؟ نحن نلعب. طب الصورة التالتة نحن نرسم. خلاص، يعني هستخدم نحن وهعمل جملة على الصورة اللي موجودة عندي. بأول صورة نحن نصلي، تاني صورة تبقى نحن نلعب، تالت صورة تبقى نحن نصلي. نحن نلعب، نحن نرسم. خلاص، أنا وأعرف نفسي مثلا أنا معلمة. تمام، طيب اكتب الضمير المناسب للصورة. استخدم انت او انتي. انت بفتح التاء للمذكر، انتي بكسر التاء للمؤنث. طيب، صديق مخلص هقول له ايه؟ انت، انت صديق مخلص. فتاة مجتهدة، انتي فتاة مجتهدة. احاكي الصورة في استخدامها للضميرين هو او هي. طيب، هنا الولد بيجري هقول له هو يركض. طيب هنا بنت اقول لها ايه؟ تو تكتب. تبقى ايه؟ هي تكتب. طيب الولد بيلعب يبقى هو يلعب. خلاص، تعالوا كده نشوف امثله تانية على هو وهي. اخي هقول له ايه؟ اخي اقول له ايه؟ هو اخي. طيب اختي، هي اختي. ابي، هو ابي. امي، هي امي. يا ريت ننقل الاسئله دي يا برايمري ونحلها ونتدرب عليها. يرسم، طبعا هو. طيب تشرب، هي. تلعب، هي. ياكل، هو. خلاص، عايزاكم تحلوا تاخدوا الباقيين دول وتحلهم دول كده على ضمائر ايه؟ الغائب. خلاص، كلها امثله سهله ما فيهاش اي حاجه، انقلوهم وحلوهم.